طيب الأخت تقول بأنها من قبيلة الأشراف من آل البيت، وهم لا يزوجون بناتهم إلا لرجل من الأشراف، وقد يكرهونها على الزواج من رجل لا ترغبه ولا تحبه. وأنا أقول بداية، كرامة ومكانة آل البيت عند الله جل وعلا عظيمة، لا يستطيع مسلم على وجه الأرض أن يقلل من قدر آل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فأهل البيت من الله تبارك وتعالى عليهم بأشرف نسب وبأطهر صلة. لكن من هؤلاء الذين شرفهم الله وكرمهم الله؟ الذين عاشوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماتوا على ذلك. وإلا فنحن نتقرب إلى الله بحب العباس بن عبد المطلب، ونكره ونتقرب إلى الله ببغض أبي لهب، وهذا عمه وهذا عمه بأبي وأمي وروحي. فنحن نتقرب إلى الله بحب آل البيت الموحدين، ونتقرب إلى الله ببغض من انتسب إلى البيت لكنه مات على غير الدين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذه المسألة في كلمات حاسمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول في رواية أخرى في آخر حديث طويل جميل في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنكم لن تأتون يوم القيامة بأنسابكم، وإنما تأتون بأعمالكم، فاعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومن أرق ما قال والحديث في الصحيحين حينما سرقت المرأة المخزومية وشفع فيها الحب بن الحب أسامة بن زيد، وغضب رسول الله غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم ارتقى المنبر بأبي وأمي وروحي فحمد الله وأثنى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وأيم الله، وأيم الله قسم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وآله وسلم. فما فيش مجملة على حساب الدين ولا على حساب الحق. ومن ثم أقول: لا يجوز لأهل الفضل من أشرافنا من آل بيت نبينا صلوات الله وسلام عليه أجمعين أن يخالفوا الهدي. فلقد زوج النبي زينب بنت جحش، وهي من هي من المكان والمكانة والسطط في العشيرة والنسب بمكان، زوجها لمن؟ لزيد بن حارثة مولا من الموالي، وذكر الله تبارك وتعالى ذلك وجعله تشريعا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليقضي على عادة التبني. فها هو رسول الله بنفسه يختار زيدا لزينب، وقد رفضت هذا حتى نزلت عند حكم الله وحكم رسوله حين قرأ عليه قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فينبغي على آبائنا وإخواننا وأخواتنا من أهل الفضل أن يكونوا أولى الناس باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتثال أمره: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا ينبغي أيضا لا لأهلنا وأحبابنا وسادتنا الأفاضل من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لغيرهم من أحد المسلمين، أن يكرهوا بناتهن على الزواج من رجل لا يرغبنه أو من شاب لا يرغبنه. لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أولى بنفسها من وليها، وفي لفظ: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وفي لفظ: تستأذن، وإذنها سكوتها أو صمتها، يعني صمتها يعني حياؤها يمنعها من أن ترد. يعني أسأل الله عز وجل أن نرد هذا الحياء الآن لبناتنا وأخواتنا. المسائل الآن بقت مفتوحة، يعني أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، بقى كل شيء موجود قبل اللقاء حتى قبل ما الرجل يأتي البيت. نسأل الله الستر والسلامة. ممكن يكون قبلها وقبلته وكلمها وكلمته ورتبت يعني أسأل الله الستر والسلامة. لكن بفضل بقي في الأمة من الله عليه بالحياء، ومن رزقه الله تبارك وتعالى امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، فهذه لا يجوز لوليها أن يكرهها على الزواج من رجل تبغضه أو من رجل لا تحبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى القرآن والسنة ردا جميلا.